مفيش أكل يعمل حساسية، هو في إن الطفل بيتولد بإنزيم ناقص في جسمه، هذا الإنزيم هو المسؤول عن التعامل مع المادة الفلانية، زي الطفل اللي بيتولد وناقص في جسمه الإنزيم المسؤول عن التعامل مع البقول فنقول عنده أنيميا فول أو الفافيزم، زي الطفل اللي بيتولد وناقص عنده الإنزيم اللي بيتعامل مع اللاكتوز اللي هو سكر اللبن، فلو شرب لبن حليب يمغص ويجيله إسهال، إنما لو كل بقية منتجات الألبان ما يجراش حاجة، زي الطفل اللي بيتولد وعنده ناقص الإنزيم المسؤول عن التعامل مع الكازين وهو بروتين اللبن، يبقى ما يقدرش يحط في بقه لا ألبان ولا أي من منتجاتها، وهكذا. زي الطفل اللي بيبقى مولود عنده مشكلة من المانجا، عنده مشكلة، يبقى العلاج الوحيد هو تجنب هذا الغذاء. إنما ما ينفعش أقول هو أما بيكون أما طول عمره بيأكل كذا بس دلوقتي بقى إكمنه عنده برد أنا هبعد عن كذا وكذا وكذا، لما ملوش علاقة. يعني من ضمن الكلام اللي بنسمعه بيقولوا إن لا، في حالات الأنفلونزا لا شوكولاتة ولا بيض ولا مانجا ولا مش عارف ولا موز ولا الكلام ده، طبعا هزار، الكلام ده هزار، الكلام ده مش حقيقي، مش حقيقي. ده بالنسبة لسؤال الحساسية، الحل بتاعه أن أنا أتجنب هذا الغذاء. ليه؟ لأن أنا مولود جسمي لا يستطيع التعامل معاه. السؤال اللي بعده، الكوليسترول. الكوليسترول نمرة واحد، هو عدة طرق زي ما اتفقنا، الصحة مثلث ثلاثي الأضلاع، لازم أخد دوايا وأمشي على نظام الغذائي سليم وراعي نمط الحياة بتاعي، أضبط مواعيدي مع الشمس وامشي. طيب في الاكل اللي هعمل ايه؟ نمرة واحد موضوع المية، المية الزيادة بتسحب لي الدهون الزيادة من الدم وتنزلها. وناخد بالنا من حاجة مهمة، ان الكوليسترول هو لا علاقة له بالدهون، الكوليسترول ليست مادة دهنية عكس ما الناس فاهمة، الكوليسترول هو بروتين دهني، هو مركب بروتيني دهني. الكوليسترول بيجي نتيجة خلل في الكبد، خلل في الكبد، ولذلك أنا عايز أكافح الكوليسترول، أخد زيت حار يوم أو يوم لا مع الفول، أكل سمك دهني مرة واحدة في الأسبوع، والسمك الدهني يعني زي الماكريل، زي البوري، زي البياض، زي السلمون، ولو إن السلمون غالي بلاش منه، زي السردين، حاجات من هذا القبيل. بس لما اجي اعمله اسويه، اعمله صينيه، ما اشويهوش، لاني لو شويته الزيت العلاجي بتاعه ضاع مني، فاعمله صينيه. ده يعتبر اكفى علاج للاغذيه اللي بتستهلك الكوليسترول، وفي نفس الوقت اللي ببنيه بالشمال ما هدوش باليمين، يبقى اقلل اللي داخل، يبقى لا اكل لا كبده ولا زبده ولا مخ ولا حاجات من هذا القبيل. الزبده عاليه الكوليسترول، السمنه كوليسترول فري ما فيهاش كوليسترول، السمنه البلدي خاليه من الكوليسترول، الكوليسترول موجود في الزبده، ولذلك اما بسيح الزبده الدهون هي بتخرج اللي هي السمنه، والكوليسترول ملوش علاقه بالدهن، يبقى بقيه الكوليسترول بينزل تحت في المرته. يبقى اذا اكل المرتة انا باخد حفن كوليسترول، وهي تعتبر عادة غذائية خاطئة. التوم الجرعة العلاجية او الوقائية بتاعته اقل حاجة 30 جرام، ال 30 جرام يعني اقل حاجة 6 فصوص، الست فصوص لو انا بلعتهم معدتي لا تستطيع امتصاص المادة الفعالة عبر الغشاء اللميع بتاع التومة، يبقى الحل ان انا عشان اندهه هيخرم لي معدتي لو على معدة فاضية، لأختي اللي بتسأل معدة فاضية. افضل طريقة لاستهلاك التوم على طبق السلطة الخضراء، ومهما نحط في جرعة التوم يبقى انا ما عادش عندي مشكلة لان عندي باقة من الالياف. واحنا بنتميز في مصر بأكلنا للفول،
ففرصة طبق الفول بخرط عليه التوم. عندنا في مصر طريقة الطماطم المخللة اللي هي بتبقى طماطم بالتوم والكمون والليمون وشعرة الملح طبعا، دي في كل دي عندنا فرص أنماط غذائية أقدر أضيف عليها. ولكن كنصيحة عامة لشغل العظم، أهم حاجة في التغذية لسلامة العظم هو الكرات. الكرات ليه؟ لأن لقوا الباحثين لقوا إن نسبة الكالسيوم إلى المعادن الأخرى جوه الكرات هي نفس نسبة الكالسيوم إلى المعادن الأخرى جوه عظم الإنسان، ولذلك امتصاصنا للكالسيوم اللي جوه الكرات بيبقى جيد جدا وإيجابي للعظم. وحتى لو تلاحظوا الكراتة شبه العظمايه. الناس اللي عندهم حساسية من الكازين أو من الألبان عموما، البديل بتاعهم يعتبر الكرات والكرفس. تجميدي للخضار بيأثر على فيتامين سي اللي فيه بس، أما بقية الفيتامينات والمعادن محتفظة بيها زي ما هي. إنما النقطة الأهم المقصود بها من كلامي إن أنا ما أكلش خضروات في غير مواسمها، لأن المركبات اللي فيها أنا بحتاجها في الوقت بتاعها مش في أوقات أخرى. وبوجه عام يفضل الحاجة تتعمل طازة. وأحب أوضح نقطة، كلمة الخضروات الإيجابي فيها السلطة الخضراء، شيء كويس إن أنا أعمل خضار مطبوخ، إنما ما يبقاش هو ده الأساس بتاعي كخضار. السلطة تجب الباقي.